واجهنا منافسة شرسة في، ولكن كانت بالنسبة لي تنم عن خلينا نقول رغبة الأشقاء الدول المترشحة في احتضان هذا الحدث، وكانت تعبر كذلك على أهمية هذا الحدث. الشباب يرمز إلى المستقبل، وطبعا أنا نحن كدولة محتضنة الآن نطمح إلى إعطاء روح أخرى لهذا المنتدى، وبعد آخر لهذا المنتدى، وقوة أخرى لهذا المنتدى، ما من شأنه تعزيز التبادل بين مختلف الدول الإفريقية، دعم دبلوماسياتنا الوطنية، ندعم الدبلوماسيات الوطنية في كل الدول الإفريقية كشباب جزائري لمساندة القضايا التي نؤمن بها في العالم، للمرافعة حول المبادئ والقضايا التي تؤمن بها القارة الإفريقية، لتسجيل حضور القارة الإفريقية في عالم صعب متلاطم الأمواج، يحتاج منا أن نكون أقوياء كأفارقة لنسجل حضورنا ولإبراز ثقافتنا الإفريقية وشخصيتنا الإفريقية في هذا العالم. كل هذه الرؤية تحدونا اليوم أن نعطي نفسا جديدا لهذا المنتدى من هنا من الجزائر، ليكون منتدا أقوى بإذن الله تعالى ابتداء من هذه السنة. زيرتوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.